برحب بيكم مشاهدينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامج ملفات. قبل الدخول في حلقة اليوم نتوقف عند تصريحات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. أكد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأمة لا تنهض إلا بالبناء والإصلاح ولا بالخراب أو الإساءة أو الإهانة أو الهدم أو التشكيك أو الظلم. قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعقيب له اليوم خلال مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز: هذا ما تم إنجازه ولديكم فرصة للتغيير خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال سيادة الرئيس أيضا إن قناة السويس الجديدة كان يتم تنفيذها في وقت لم يكن فيه فقط محاربة للإرهاب، وإنما كانت هناك أبواق كذب وافتراء وشائعات تقدح في كل أجواء يتم تنفيذه، كل إجراء يتم تنفيذه. طيب احنا هنتوقف عند هذا التقرير ونعود إليكم لاحقا. بكلمات موجزة وحاسمة يعطي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لانطلاق أعمال مؤتمر حكاية وطن. النهاردة احنا هنحكي لكم الحكاية بتاعت مصر من 2011 لغاية النهاردة، لان ده مهم قوي ان انتوا تعرفوا، مش اكيد انتوا عارفين ومتابعين يعني، بس احنا هنقول لكم من منظور الدولة، من منظور يعني ايه دولة وكانت بتقابل تحديات كبيرة. التحديات دي كانت كفيلة زي ما أنهي الدول لغاية دلوقتي ما وقفتش على حالها، لغاية دلوقتي أنا بكرر الكلام ده كتير، فالناس تقول لك بتكرره كتير ليه؟ للتذكرة. وفي مداخلة خلال الجلسة الأولى تعليقا على كلمة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أوضح سيادته أن الدولة لا تحارب إرهابا فقط بل تواجه حرب شائعات تطول الأخضر واليابس من إنجازات سنوات كثيرة مضت. أنت عندك أبواق كذب وافتراء وشائعات شغالة تقدح في كل إجراء ومسار تعمله، انت كمان مش محل تقدير من ناسك اللي انت بتعمل لاجل خاطرهم او لاجل خاطر ربنا وخاطرهم، لا ده كمان وانت بتعمل كده بيتم الاساءة لك وللاساءة المسؤوليك هما واسرهم، واكن يعني ولكن لا بأس، لان مفيش حاجة بتروح عند ربنا. وأشار سيادته إلى أن الدولة لن تنسى مطلقا تضحيات أبنائها. وافتكروا كنا بنقف على المسرح ده نستقبل أسر الشهداء ودموعنا بتنزل على أولادنا اللي هم ضحوا عشان بلدنا تعيش، واللي أنا بقول دايما لهم إن الأسر دي إحنا لا يمكن أبدا، وهنبقى جاحدين جدا، مش جاحدين بإن إحنا نخلي بالنا منهم، لا احنا نخلي بالنا من اللي هم ضحوا عشانه، هنبقى جاحدين لو احنا ما خليناش بالنا من اللي هم قدموا ارواحهم عشانه. واكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ان قناة السويس الجديدة كانت حلما وطموحا يجمع ابناء الشعب المصري حوله. قلت لهم احنا هنعلن فتح باب المساهمة في إنشاء القناة ب 12% عشان تتحرك الناس وبسرعة يروحوا يحطوا فلوسهم ويقوم يحسوا إن في حاجة كبيرة هم بيساهموا فيها، ويخلص المشروع اللي ما يخلص في 3 لـ5 سنة. ويا كامل يا وزير ربنا يكرمك. وكان رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي قد استعرض في كلمته الإنجازات التي تمت في القطاعات كافة والتنمية الشاملة التي بدأت برغم التحديات، وفي مقدمتها مشروع حياة كريمة. ويأتي الأهم مشروع، وأنا بقولها بمنتهى الأمانة، لو ما تعملش حاجة في الدولة كل اللي فات ده ما تعملش، وعملنا المشروع ده بس كفاية على سيادة الرئيس.
أرض الفيروز، وبحسب كلمات السيد رئيس الوزراء كان لها حظ كبير في مشروعات الدولة للتنمية. ما تم عمله في سيناء في خلال التسع سنوات دول وإحنا بنحارب الإرهاب في شمال سيناء بكل المقاييس عمره ما اتعمل في تاريخ الدولة المصرية. بنتكلم على تنمية كاملة في كل حتة في سيناء. أنفقنا 610 مليار جنيه. والسيد الرئيس مؤخراً وجه بإطلاق خطة أخرى إن شاء الله هنعلن عنها في خلال الأسابيع القليلة جداً القادمة لتركيز على تنمية شمال ووسط سيناء باستثمارات هتتجاوز 300 مليار جنيه. وعرض خلال الجلسة الأولى في المنتسجيلية عن الأحوال الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لمصر وما مر بها من أحداث جسام. وهكذا تنتهي أولى جلسات المؤتمر، وتحكى خلالها أسطر قليلة من حكايات وطن لم تنتهي بعد بل تبدأ الآن. شريف رضوان. هذا والمزيد من المتابعة حول مؤتمر حكاية وطن ينضم إلينا الدكتور حامد فارس خبير الشؤون المصرية والعربية. أنا برحب بسيادتك يا فندم، والحقيقة خلال تصريحات سيادة الرئيس في مؤتمر حكاية وطن الحقيقة رسائل عديدة غاية في الأهمية أرسلها سيادة الرئيس، ممكن نتوقف عندها مع حضرتك، تفضل يا فندم. اهلا بيك يا سيدينا. شكرا. واهلا بضيفك الكريم للصحفيين وبالساده المشاهدين. طبعا عده رسائل واضحه ارساها الرئيس السيسي اليوم في كلمته في مؤتمر حكايه وطن كابراز واضح لحجم التحديات التي تواجه وواجهت الدوله المصريه في الفترات السابقه، على اعتبار ان هذه التحديات كانت مؤثره بشكل كبير في سعي الدولة المصرية للتغلب عليها وإيجاد رؤية استراتيجية واضحة وشاملة للعمل على تحقيق ما نشاهده الآن من إنجازات حقيقية حجم ما تعرضت إليه الدولة المصرية في خلال العشرة أعوام السابقة، سواء في مكافحة الإرهاب أو حتى للتغلب على الكثير من المعوقات التي كانت يعني هدف أسمى للقيادة السياسية المصرية للتغلب عليها وفرض واقع جديد بإنشاء الجمهورية الجديدة. وتحقيق هذا الواقع تطلب الكثير من التضحيات سواء من يعني شباب وضباط القوات المسلحة وأيضا على مستوى الشرطة المصرية. ونجحت الدولة المصرية بشكل واضح في الخروج من عنق الزجاجة وحققت وألقت قواعد جديدة بفضل جهود القيادة السياسية المصرية. ممكن تحدثنا عن هذه القواعد يا فندم؟ نعم يا فندم. ممكن تحدثنا عن هذه القواعد؟ يعني في ظني وتقديري أن هذه القواعد يعني أرسلت الدولة المصرية يعني بنية تحتية حقيقية تكون هي الدافعة لتحقيق رؤية حقيقية في الواقع الجديد للدولة المصرية. حجم ما تم إنجازه على واقع الأرض يتعدى فيه يعني الشعب المصري وأيضا كل شعوب العالم، باعتبار أن التجربة المصرية أصبحت تجربة رائدة وملهمة. القيادة السياسية المصرية كانت تتكلم اليوم من واقع أنها تلمس وجدان الشعب المصري وتظهر أن هناك ثقة كبيرة لدى القيادة السياسية المصرية لتحقيق واقع جديد. هذا الواقع يتمثل في العمل وبشكل كبير على تنفيذ أهداف يعني التنمية الشاملة داخل الدولة المصرية، تحقيق الرؤية الاستراتيجية الواضحة والجمهورية الجديدة والرؤية المستدامة للدولة المصرية 2030. وأيضا يعني تحدث فخامة الرئيس السيسي عن إنجاز يشار له بأصبع البنان وهو حفر قناة السويس الجديدة التي يمثل رافد جديد لدعم الاقتصاد المصري. وكيف حققت قناة السويس وما تم قناة السويس الجديدة يعني طفرة في عائداتها من 4.5 مليار دولار، الآن تحقق حوالي 10 مليار ونصف المليار دولار، كدلالة واضحة على أن هذه المشروعات كانت معنوية وأيضا مادية لتحقيق روافد جديدة تكون دافعة لتعظيم العوائد الاقتصادية للدولة المصرية. نعم. طيب الدولة المصرية الحقيقة بتقوم بكل واجباتها، ما هو المطلوب في المرحلة المقبلة من المواطن المصري
خاصة في ظل طبعا التحديات اللي احنا بنشوفها؟ يعني أرى أنه على الرغم من الصعوبات الاقتصادية القوية اللي تمر بها الدولة المصرية، ليس فقط الدولة المصرية ولكن العالم أجمع، نتيجة التداعيات الكارثية للحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها بشكل واضح على ملفين رئيسيين، سواء ملف الطاقة أو أيضا الأمن الغذائي وتوقف سلاسل إمدادات الغذاء من روسيا وأوكرانيا بعدما أقلت الحرب الأخضر واليابس. ولكن المواطن عليه الآن أن يؤمن بالقيادة السياسية، يؤمن بمؤسسات الدولة المصرية، يؤمن بأن هناك قيادة حقيقية تسعى إلى تحقيق مصالحه. يعني عليه أن يتحلى بالتماسك، وعليه أن يتحلى بالصبر في مواجهة هذه التحديات المتزايدة، وعليه أن يؤمن أنه لا استقرار إلا من خلال الإيمان بأن بناء الدولة المصرية يتطلب الكثير من الوقت. يعني بناء المؤسسات، بناء البنية التحتية المصرية لن يحدث بين ليلة وضحاها، ولكنه يحتاج الكثير من المجهود والكثير من الوقت. وهذا ما أشار عليه الرئيس السيسي اليوم، من أن الدولة المصرية لن تبنى في يوم وليلة، ولكنها تحتاج إلى تضافر كل الجهود أولا وعلى رأسها الجهود الشعبية من خلال الوقوف خلف القيادة السياسية لتحقيق الأهداف التي ترغب القيادة السياسية المصرية وتحقيق الرخاء للشعب المصري. الدكتور حامد فارس خبير الشؤون المصرية والعربية، شكرا جزيلا لحضرتك. أرجع مرة أخرى لبرنامج ملفات، وطبعا هو متصل مما لا شك فيه بتصريحات سيادة الرئيس فيما يخص تم إنجازه على أرض الواقع في مصر. طيب، إحنا لدينا طفرة تنموية كبيرة حققها الاقتصاد المصري عبر إقامة المشروعات القومية الكبرى، مشروعات ساهمت في صعود الاقتصاد أمام صمود الاقتصاد أمام الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك ساهمت الحكومة الجديدة لمدة ساهمت في رؤية جديدة لمرحلة نمو جديدة. طيب، احنا معانا لهذا الملف الهام الحقيقة معانا في الاستوديو الكاتب الصحفي الحسين عبد الفتاح نائب رئيس تحرير روزا اليوسف. انا بتوقف مع حضرتك في هذا الحوار الهام الحقيقة، وهنتكلم بداية عن حكاية وطن. كيف رأيت تصريحات سيادة الرئيس؟ ولكن دعونا نتابع هذا التقرير. على مدى السنوات القليلة الماضية تمكنت الدولة من تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة التي استطاعت من خلالها زيادة قدرة الاقتصاد المصري في امتصاص الأزمات العالمية والتصدي لها، ومن بين هذه المشروعات المشروع القومي لقناة السويس الجديدة وتنمية سيناء وزراعة 1.5 مليون فدان والمدن الإدارية الجديدة وتطوير العشوائيات واختفائها ومجهودات الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة. كما وصلت الدولة مشروعاتها القومية العملاقة من خلال برامج تنمية الصعيد والاهتمام بالقرى الأكثر احتياجا، وامتدادا للخطة تم تنفيذ مشروع حياة كريمة الذي استطاع أن يلبي احتياجات المواطن بشكل عام والريف المصري على وجه الخصوص، ومن ثم رفع مستوى المعيشة. كما تبنت الحكومة سياسة تركزت على تطوير شامل في القطاعات كافة حتى تمكن المستثمرين والقطاع الخاص على المشاركة وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، فضلا عن تنفيذ الدولة رؤية واضحة لمضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات القادمة لتصل إلى الهدف 100 مليار دولار، وهو هدف محوري للحكومة، ما يدعم موارد النقد الأجنبي بزيادة الصادرات إلى جانب توطين المنتج المحلي. باعتبار التنمية الصناعية الشاملة هي الأساس المحرك لزيادة معدل النمو، لا شك أن إنشاء آلاف من المشروعات الكبرى في القطاعات كافة، وهو الأمر الذي خلق مئات الآلاف من فرص العمل وتحفيز الاقتصاد وخفض معدلات البطالة وتحقيق معدلات نمو أكبر من توقعات المؤسسات الدولية لمصر. ولعل أبرز نتائج تنفيذ تلك المشروعات هو تعزيز تنافسية السوق المصرية في جذب استثمارات أجنبية ومحلية، بعد أن تم توفير البنية الأساسية كافة للمستثمرين وتهيئة بيئة الاستثمار بصورة كبيرة من خلال تلك المشروعات. We'll be right back.
بأرحب مرة أخرى بالأستاذ الحسين. طيب إحنا كنا بنتابع تصريحات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلال مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز. الرئيس السيسي أكد أن الأمة تنهض بالبناء والإصلاح لا بالتشكيك يا فندم والهدم. ورئيس الوزراء يقدم للرئيس السيسي كتابا يوثق إنجازات الدولة خلال 9 سنوات. كيف رأيت هذا المؤتمر؟ يعني اسمحي لي الأول أرحب بسيادتك وبالمشاهد الكريم في هذا البرنامج الأكثر من رائع اللي بينقل حقائق. النهاردة حكاية وطن مصارحة مع المواطن المصري وإعلاء لقيمة الداخل أمام جميع الدول الخارجية والمؤسسات التي تتابع ما يدور في داخل مصر. حكاية وطن بالفعل يستحق تقدير مؤتمر يستمر 3 أيام في العاصمة الإدارية الجديدة. انطلاقة قوية، وأنا بعتبر الكتاب اللي قدمه معالي رئيس الوزراء الدكتور مدبولي النهاردة كتاب لتوثيق ما تم على الورق، لكن الحقيقة أن الصورة خير دليل. للأسف الشديد الكثير من أهلنا من المواطنين الشعب المصري العظيم لا يرى معظم الإنجازات. الإعلام مش قادر يوصل حقيقة ما يتم على أرض الواقع في مصرنا الحبيبة بالصورة الكاملة، لأن المواطن ممكن يكون في حاجات أخرى شغلاه. يعني ممكن يكون المواطن في هذه المرحلة زي ما حضرتك تفضلت لازم يكون هناك وقفة إعلامية حقيقية لما يتم إنجازه زي البرنامج اللي احنا بنقدمه على سبيل المثال، ولكن المواطن في اتجاه آخر. والله حضرتك برضو نقول ان احنا بسم الله ما شاء الله 105 مليون فال 105 مليون لا يستطيع أحد أن ينكر حجم الولاء والانتماء المتواجد في كل بيت مصري، لكن هناك اهتمامات للبعض زي ما سيادتك تفضلتي وأشرتي إن البعض مشغول مهموم بلقمة العيش، خاصة في ظل مشاكل اقتصادية كبيرة عالمي بيمر بها العالم كله، لكن هي أثرت تأثير بالغ معانا في مصر. ليه؟ لأن الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية كانت مصرة برغم كل المشاكل الاقتصادية التي تحيط بالعالم وتحيط بالمواطن المصري إنها تكمل المشروعات القومية. والرئيس أشار في فترات كثيرة جدا وفي البداية منذ 2014 إلى أن الشعب المصري إذا أراد البناء والتعمير، يعني قال كده بالبلدي هنربط الحزام، وأنا راجل صعب واللي هيشتغل معايا هيحس بالفرق. فلما نيجي النهاردة ننظر للرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يذكر الجميع بكل أدب وبكل يعني احترام للنفس وللذات ويقول والله الانتخابات عندكم وهي فرصة للتغيير، يعني هذا الرجل أقدم له كل الاحترام والتقدير، لأنه يقول للمواطن المصري ببساطة شديدة جدا قدمت ما أستطيع، وإذا كان ما قدمته لكم لا ينال رضاكم بالشكل الكامل وتريدون التغيير. إحنا لم نسمع هذا الكلام من رئيس جمهورية قبل الآن، يعني 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 هذا احترام للرئيس عبد الفتاح السيسي واحترام للمواطن المصري ودعوة للنزول إلى صناديق الانتخاب من رمز الدولة. يعني يعني الرئيس النهاردة بيقول للمواطنين ببساطة شديدة جدا اوعوا تنسوا تنزلوا تحطوا صوتكم وتقول
بالحقيقة المجردة أنت عايز مين؟ ببساطة شديدة، إذا كنتوا مش عاجبكم اللي تم اتفضلوا انزلوا للصناديق وقولوا رأيكم. لكن طيب، لننظر بقى إلى حجم المشروعات القومية. لسه كنت هتكلم مع حضرتك يعني فيها الحقيقة مشروعات عملاقة يعني تستحق الحقيقة الوقوف عندها في أكثر من برنامج يعني. تمام. طيب نتكلم عن مشروعات الكهرباء والطاقة والاكتفاء الذاتي للتصدير. لا حضرتك، مش الاكتفاء الذاتي وبس، ده أنا النهاردة مشروعات الكهرباء والطاقة حدث طفرة غير مسبوقة، محطات جديدة كبيرة، والناس كلها تفتكر المحطات العملاقة اللي تمت من خلال الشركة الألمانية، أنا بس مش عايز أقول أسماء شركات علشان التلفزيون. ووقف العالم كله يرفع القبعة أمام نهاية أزمة الكهرباء والطاقة. ربنا من علينا كمان بأننا نجد استثمارات كثيرة في البحار والمحيطات، منها مثلا بئر كبير جدا للغاز، أعطى مصر الأحقية في أن تكون من الدول الرائدة في تصدير الغاز. أيضا أصبحنا دولة إذا أرادت الدول المحيطة بنا تسييل غازها ترسله إلينا أولا، كنوع من أنواع الاستثمار المصري الغير مسبوق. يبقى أنا عندي النهاردة الكهرباء والطاقة، أنا عندي الكفاءة أني أصدر النهاردة، يعني أنا اكتفيت بالاحتياجات الخاصة بالمصريين وبالمشروعات الكبيرة العملاقة التي تم ندخل من إنشاءها. الكهرباء إلى المدن الجديدة، المدن الجديدة وجذب المستثمرين. الحقيقة في طفرة كبيرة، أصلاً قبل أن يداهمني الوقت احنا عايزين يعني أنا مع حضرتك اللي انت عايزة ندخل في أكتر من مشروع. طبعا مشروعات عملاقة لا يمكن يعني إنهائها في هذه الحلقة فقط، ولكن دعني أتحدث عن المدن الجديدة وجذب المستثمرين. يعني النهاردة حضرتك لما نتكلم عن العاصمة الإدارية ونقدر نقول وكفى، لكن النهاردة بنقول العاصمة الإدارية الجديدة، وبنتكلم عن مناطق مختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة، وأبراج بأحجام معينة، ومسجد وكنيسة، والرئيس يصدر قرار أنه لا مدينة جديدة بدون المسجد والكنيسة، احتراما لجميع الشرائع السماوية. والنهاردة حضرتك بتشوفي صاحب الفضيلة الإمام الأكبر بجانب الرئيس، والحبر الجليل صاحب النيافة. يعني النهاردة إحنا بنتكلم عن مشروع مصري بكل أركان كلمة مصري. تدخلي حضرتك على المدن الأخرى اللي تم إنشائها اللي تصل ل 28 مدينة النهاردة، وبعدين بتتكلمي على أكبرهم وأضخمهم استثماريا، وهي مدينة العالمين التي يتابعها العالم كله ويأتي إليها العالم من كل صوب وحد. هذه المدن الجديدة، منها المدن الذكية. أيضا مدينة شرم الشيخ لها خصوصية لأنها أصبحت، هي اسمها من البداية مدينة السلام، لكن وصلت النهاردة لأنها المدينة الخضراء، وكل الإشارات المرورية الضوئية، أصبح هناك ذكاء يشبه الذكاء الاصطناعي، ومراقبة غير محدودة في مدينة ربما تنتقل إلى مدن أخرى. النهاردة حجم المدن دي حضرتك وحجم الاستثمارات اللي تمت فيها، المواطن البسيط يشغل نفسه بحجم الأموال التي صرفت، لكن المواطن الحصيف يشغل نفسه بخروج المصريين من هذا العجب الذي كان يقف العالم أمامه متحرجا. وأخذنا في 2010 صفر المونديال الشهير علشان إشارات المرور، وبعدين
النهاردة ده كان ليه دلالات خطيرة. وحضرتك كانت الضوضاء اللي موجودة وحجم التلوث البيئي من حجم السيارات اللي موجود وورود أكتر من 20 مليون مواطن يوميا على القاهرة الإنهاء، كان لازم نخرج لمدن جديدة. علشان نخرج للمدن الجديدة دي كان لازم نفتح شرايين طرق تستوعب طرق. هذا الخروج بالفعل. القاهرة كانت ستصل في لحظة معينة إلى أنها جراج كبير. حضرتك دايما بقول الكلمة دي، تخرجي سيادتك من المنزل بتاعك، تفتحي عربيتك، تدخلي العربية، تدوري العربية، تقعدي في العربية مش قادرة تتحركي. من إيه؟ من كارثة الزحمة، الازدحام المروري اللي كان موجود. طيب. أنا هستأذن حضرتك، هنتابع هذا التقرير ونعود إلى حضرتك. تفضل. صدمات متلاحقة تمر بالاقتصاد المصري بعد جائحة كورونا، والتي تسببت في توقف عجلة الإنتاج ليس داخل مصر فقط بل أيضا بدول العالم كافة. وبرغم الجهود الكبيرة التي اتخذتها الدولة ونجحت في النجاة بأقل الخسائر من تداعيات الجائحة التي أثرت سلبيا على أرقام السياحة، لكن رغم ذلك تجاوزت الدولة المحنة حتى جاءت الحرب الروسية الأوكرانية لتعمق جراح الاقتصاد المصري من جديد. تعافي الاقتصاد المصري هي القضية التي تشغل الملايين، لذا لم تغفل القيادة السياسية عن هذا الملف، فكان اهتمام الدولة بتعزيز توطين الصناعة بمكوناتها كافة من خلال التوجيهات الرئاسية بمنح الرخصة الذهبية لمدة 3 أشهر لكل المستثمرين يعكس الجهود المستمرة لتسخير وحشد طاقات الدولة في المجال الصناعي لدفع النشاط نحو الوصول إلى أقصى حد ممكن من قدراتها الإنتاجية وإتاحة التسهيلات كافة لجذب استثمارات صناعية جديدة تخدم مجهودات الدولة في عملية التنمية بصفته ركيزة رئيسية للاقتصاد المصري. إن الاقتصاد المصري حقق بحسب الإحصاءات الرسمية معدل نمو بلغ 6.6% في العام المالي 2021-2022 على الرغم من التحديات، ليستمر هذا النمو الإيجابي في الربع الأول من العام المالي 2022-2023 مسجلاً 4.4%، والمتوقع أن يصل معدل النمو إلى 5% خلال العام المالي الحالي بفضل النتائج الإيجابية في القطاعات الإنتاجية مثل السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والخدمات اللوجستية والتجزئة ونشاط قناة السويس. إن أهم إنجاز للاقتصاد المصري خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة هو نجاحه في اختبار الصمود وتحمل الأزمات العالمية الطاحنة، كما أن عدم نقص السلع الأساسية من الأسواق واستمرار القطاعات الإنتاجية في النمو بشكل مستمر حقق قدرا كبيرا من الاستقرار في السوق المصرية وخفف إلى حد بعيد من تأثيرات موجة التضخم والغلاء العالمية التي تجتاح دول العالم. وأيضا ترشيد الإنفاق وزيادة الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة كفيل بعبور الأزمات العالمية بدون خسائر. أستاذ الحسين، يعني ونحن نتحدث عن المشروعات الكبيرة دائما سيادة الرئيس بيتوقف عند قناة السويس الجديدة، أهمية هذا المشروع ومشروع تنمية سيناء ومشروع المليون نصف في الدين. يعني حضرتك بشكرك على إثارة هذه النقطة والحديث عنها، لأن النقطة دي في 2013 وفي 2014 لو حضرتك تتذكري احنا مرينا بفترة كانت صعبة جدا. قيادات الجماعة المحظورة قالوا ان بنعمل قناة السويس، واحد منهم شبهها بالطشت وقال قناة السويس ايه ده، حاجة كده قد طشت امي، قال كده بالنص. وكانت اضحوكة امام حتى اللي كانوا بيأيدوا هذه الجماعة وكانوا متعاطفين معاه، لأن حتى اللفظ لا يجب أن يخرج من، لكن سيادة الرئيس والحكومة طرحت على المواطن المصري أنه يساهم أو يشارك في إنشاء هذه القناة، وكل مواطن مصري وضع أمواله علشان يستثمرها مع بلده مصر لإنشاء قناة السويس الجديدة.
حاولت الجماعة المحظورة ودكاكين اللي كانوا بيدافعوا عن الجماعة المحظورة ويمولوا من الخارج انهم يرهبوا المواطن المصري، وبالرغم من هذا طلع اكتر من 60 مليار علشان يساهموا في هذه القناة العملاقة. نعم. اللي وفرت زمن التقاطر او منعت التقاطر ووفرت زمن مرور وعبور السفن، وكانت نتيجة ليها ان النهاردة حضرتك بنتكلم عن العهد السابق 5 مليار او 4 مليار وستة من عشرة، والنهاردة بنتكلم في 10 مليار. بالرغم من ان كل مواطن وضع جنيه مصري تحت تصرف الدولة لإنشاء هذه القناة أخذوا بالعائد اللي الرئيس قال عليه، ومفيش مواطن ما أخدش فلوسه. يبقى النهاردة المواطن ساهم في إنشاء القناة وأخذ فلوسه بالعائد المادي بتاعها وترك القناة لمصر تستفيد منها. المحاور اللي موجودة والمليون ونص فدان والمشروعات العملاقة اللي تمت النهاردة في سيناء بشكل عام في مصر حضرتك وفرت فرص عمل ما يقرب من 5 مليون فرصة عمل ثابتة وإيه وفرص غير ثابتة. طيب النهاردة الناس دي مش كانت هتبقى قنابل موقوتة في بيوتها لو لم توفر لها هذه الفرص؟ طبعا. هذه المشروعات حضرتك عندما تبدأ، أي مواطن مصري شريف عندما يبدأ بعمل مشروع، هل ثمرة المشروع بتكون واجبة الحصول بتاخدي فلوس من المشروع في أول سنة لي، ولا المشروعات كلها وخاصة خلي بال حضرتك والمواطن الكريم يخلي باله المشروعات الزراعية؟ يعني لما تيجي تقول الواحد تعال اشتغل في المشروعات الزراعية يقولك لا يا عم ده استثمار بطيء والأرباح بتاعته قليلة والمفروض ان الارض، والناس كلها كانت بتشتري الاراضي الزراعيه علشان تهدر تهدر ثروه الدوله في الزراعه. بنوا كل الاراضي اللي على اطفاف النيل، اثروا تاثير سلبي على مصر الزراعيه، المنتج الزراعي اللي كان يعتبر ببلاش النهارده لما قيمته زادت وسعره زاد محدش من اللي بنى الأرض ودمر الرقعة الزراعية بيقول أنا السبب، لكن بيحمل الحكومة بيحمل الدولة، في حين أن الحكومة والدولة بتحاول أنها تغير الوضع وتزرع الدلتا الجديدة. لأنهم مخالفين، هم مخالفين، هم مخالفين وهم أثروا تأثير سلبي على الدولة. الدولة بتقوم بعمل إيه؟ غرامات عليهم والكلام ده. أنا بالنسبة لي الحقيقة أن أنت دمرت الرقعة الزراعية كمواطن مصري علشان تاكل النهارده بتجني ثمره تدمير الرقعه. نعم. الرئيس بقى بيعمل ايه والحكومه؟ مستقبل مصر والدلتا الجديده والمليون ونص فدان. طيب انا هاخد من حضرتك هذه النقاط الهامه، ولكن دعونا نتابع هذا التقرير. تولي الدولة اهتماما كبيرا بالمشروعات القومية والتنموية لإحداث نقلة نوعية تسهم بصورة رئيسية في توفير فرص عمل للشباب وخفض معدلات البطالة، مما يسهم في دفع عجلة الإصلاح الاقتصادي. انتهجت الدولة المصرية العديد من السنن الخاصة بتحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف معينة 2030، وطبعا الأهداف التنموية للدولة شملت جميع المجالات الصناعية والتجارية والاجتماعية، وجدنا مشروعات زراعية بدأت ان هي تظهر في على السطح، مشروعات الإسكان، الخدمات، الطرق والكباري، بنية أساسية مجهزة للمستثمر المحلي والأجنبي، وجدنا مشروعات اجتماعية تهتم بالأسرة المعيلة، ومشروع كرامة وتكافل لإعانة الفقراء. يعني تأتي أيضا إلى جانب أن الدولة أساسا بتتجه نحو تحقيق مشروعات عملاقة، زي شفنا مشروعات التي تقام حول ضفاف قناة السويس والاستثمارات الصينية، أيضا إلى جانب بعد إعادة ترسيم حدود مصر البحرية.
وجدنا مشروعات الغاز واللي مصر بدأت تحقق فيه نوع من الاكتفاء الذاتي، إلى جانب المشروعات اللي خاصة بالكهرباء بتوفير المياه وإعادة يعني زيادة مخصصات مياه من مخصصات مصر من المياه عن طريق ملوحة معالجة ملوحة البحر ومعالجة المشروعات اللي هي بتعيد من جديد المياه المصانع والزراعة لاستخدامها في الري واستخدامها في الاستخدام البشري. وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المشروعات القومية لكونها عصب الاقتصاد الوطني، فقد أقيمت المشروعات العملاقة غير المسبوقة في تاريخ مصر. اليوم آن الأوان أن يكون لدينا مشاريع تصنيعية تعوض السوق عن احتياجاته من الخارج وتسد حاجة السوق، وبالتالي لا نحتاج للعملة الصعبة ونتجه للاكتفاء الذاتي. المشاريع الزراعية التي يتم إقامتها سواء في توشكا أو في العالم أو في الدلتا الجديدة أو في مستقبل مصر أو في الريف المصري، هذه مشاريع لا سد الحاجة الداخلية في مصر وإقامة تصنيع زراعي من خير بلدنا، فالمشاريع القومية مهمة جدا. جهود حثيثة تبذلها الدولة في القطاعات كافة رسخت لها مشروعات للبنية الأساسية والتنمية الاجتماعية والبناء الاقتصادي لتدعم بذلك قواعد الجمهورية الجديدة. طيب احنا هنتحدث دلوقتي عن العدالة الاجتماعية اللي طبعا كلنا بننشدها يا أستاذ الحسين. عندنا حياة كريمة، عندنا تنمية الصعيد، كثيرة ومختلفة. قبل ان يداهمنا الوقت عايزين بقى، طيب انا لو اتكلمت عن العدالة الاجتماعية برضو هستأذنك وهتطرق لصحة المواطن المصري. احنا عملنا 100 مليون بالزبط. صحة وبنعمل العدالة الاجتماعية، احنا صحة وتعليم الحكومة شغالة عليها بشكل كويس جدا. التعليم الحمد لله ابتدينا يعني نصلح ما افسده بس برضو مشكلته انه بياخد وقت. بالتأكيد كل دي مشروعات يعني اكثر يمكن من موضوع الصحة يعني حضرتك ما فيش كن فيكون الا عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن في امور تيسيرية. يعني حضرتك تدخلي على مشروعات بالحجم ده، المواطن المصري زمان كان يقول فلوس مصر بتروح فين، النهاردة بيقول الناس دي بتجيب فلوس منين للمشروعات دي. لما نقول ان حياة كريمة تقريبا تكلفة المرحلة الاولى ليها كانت 350 مليار جنيه، فتعرفي حجم الذي تم انفاقه على المناطق الاكثر احتياجا. بالزبط. حياة كريمة بتصل لكل مواطن محتاج. لم نصل الى القدر الكافي نتيجة التعداد السكاني، لكن ما شاء الله احنا عندنا اعداد كبيرة جدا، وتقريبا يعني احنا هنوصل كمان المرحلة اللي جاية، لاننا خدمنا 18 مليون مواطن مصري. احنا 105 مليون قدمنا الخدمة من خلال حياة كريمة في المرحلة الأولى ل 18 مليون مواطن في مراحل تانية متعددة. طيب لو قلنا الأزمة الأوكرانية الروسية الحرب، ولو قلنا أزمة كورونا جائحة كورونا، لم نتوقف وقدمنا رصيد لدى المواطن من عمليات جراحية تمت، فالحمد لله الصحة كنا وصلنا لاننا نروح نقدم على العملية نقعد 8 شهور و9 شهور. دايما بقول دكتور خالد عاطف ابن جامعة الازهر ابن وزارة الصحة لما مسك الموضوع ده نزل بقوائم الانتظار لسبعة ايام، وفي وقت كان المواطن يدخل معهد القلب محتاج جراحة. لا هناك طفرة قوية جراحة حدثت بالفعل في ملف الصحة. طبعا ده بيضمن حياة كريمة أيضا للمواطن. طبعا النهاردة بقى لما تيجي تتكلمي عن مشروعات تنمية الصعيد اللي كان يعني أكبر محافظات بتصدر عمالة كانت طاردة لأبنائها هي كانت محافظات الصعيد وخاصة محافظة سوهاج. النهاردة حضرتك 1.8 تريليون، احنا ما كناش بنسمع الأرقام دي في ناس في مصر. لما تقال تريليون، تريليون ده ايه؟ ده بيجي منين؟ فتريليون جنيه
استثمرت في مشروعات تنمية صعيد. حضرتك كنت ممكن تمشي 100 كيلو علشان ترجعي البلد، بينك وبينها بحر أو طرق ما تعرفيش تعدلها مباشرة. النهاردة تقريبا المحاور العرضية كل 25 كيلو في محور عرضي علشان الحقيقة التنمية. يعني فعلا قفزة لا مثيل لها شهدناها في المرحلة السابقة ولازلنا نشهدها. الكاتب الصحفي الحسين عبد الفتاح نائب رئيس تحرير روزا اليوسف، أنا بشكرك يا فندم على تشريفك. كنا عايزين نستكمل بقية الملفات ولكن طيب اسمحي لي أنا اللي بشكر حضرتك والبرنامج الكريم والمواطن على وقته اللي بيضيعه وهو بيشاهدنا، لكن أنا عايز أوجه رسالة للشعب في المصري. في عجالة، في عجالة، إحنا ربنا من علينا ببلد استضافت معظم الأنبياء ومر عليها الرحلة العائلة المقدسة سيدنا عيسى وسيدنا موسى جيب بلدنا وسيدنا محمد قال استوصوا بمصر خيرا واستوصوا بأهلها خيرا. فأنا النهاردة بقول لك بلدك ذكرت في كل الكتب السماوية في القرآن، حافظوا على بلدكم وما تمشوش ورا الإشاعات وما تمشوش ورا الأخبار الهدامة اللي تريد النيل من مصر. أنا بشكرك يا فندم. شكرا لحضرتك. مشاهدينا وصلنا الآن إلى ختام ملف هذا اليوم، إلى ملفات أخرى وفريق عمل آخر. إلى اللقاء.